هنا بلدة حرب نفسها الواقعة في ريف حمل الجنوبي والتي باتت بحكم المنسية كما يقول ناشطون من هناك. هذه البلدة ذات الاسم الطريف والتي تبعد نحو 20 كيلو مترا جنوب مدينة حما، تقع على ضفاف نهر العاصي ويحيط بها عدد من البلدات الموالية ذات الغالبية العلوية. الله أكبر. بلدة حرب نفسها والتي يصل عدد سكانها إلى نحو 50,000 نسمة تتعرض لحصار منذ وقت طويل من قبل قوات النظام المدعومة بالشبيحة التي تصدرها القرى الموالية من الجهة الشمالية، وعلى رأسها قرى كفرقدح ومسلحولي والحميري والموعة. حرب نفسها وبحسب موقعها الجغرافي بين قرى موالية بالإضافة إلى موقفها الداعم للثورة فرض عليها واقعا صعبا، حيث يعيش أهالي البلدة أسوأ الظروف من حصار خانق يرافقه قصف مدفعي مستمر من قبل كتيبة الهندسة الموجودة بالقرب من سد الرستن، بالإضافة إلى القصف الجوي من طيران النظام الذي ينطلق من مطار حما العسكري. القصف الصاروخي على بلدة حرب نفسها. البلدة تعرضت أيضا إلى العديد من حملات الدهم والتخريب على امتداد أيام الثورة، ويقول الأهالي أن تلك الأعمال جاءت بدافع طائفي من القرى الموالية جرى خلالها قتل العديد من المدنيين، بالإضافة إلى وقوع مجازر مروعة حيث شهدت البلدة أفظع مجزرتين، الأولى وقعت في 6 آب عام 2012 والثانية كانت في 7 نيسان العام الحالي، وراح ضحيتها العشرات من الشهداء. يا الله يا الله.